طيب معي على الهاتف مهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير مدام أهلا نجمة. بيك. يعني حضرتك كنت الوزير، وزير البترول حينها عندما تم إيقاف تصدير الغاز لإسرائيل؟ لا الحقيقة أنا جيت بعدها ب3 شهور. بعدها. طيب تقييمك إيه لهذا الموضوع الموقف؟ تم في عهد المجلس العسكري وحكومة الدكتور البنزيري. تقييمك ايه لهذا القرار التحكيمي، وشايف اوراق الضغط التي تملكها مصر ايه؟ الحقيقة إنه يعني في مجموعة بس حاجات كده أساسيات عايزين نركز عليها أوي. أن هذا التحكيم لا يخص الدولة المصرية، ولكنه تحكيم بين شركات كانت بينها تعاقدات تجارية، أحد أطراف هذه التعاقدات أخل بالتزاماته، تأخر في سداد ما عليه مستحقات، الطرف الآخر استخدم حقه القانوني بأنه ينهي التعاقد. دي واحد. لا اثنين، لا يخص أنت الدولة عايز المصرية. ازاي يا سيادة الوزير؟ هو يخص الدولة المصرية لأنه الطرف لا مختصر الدولة مش طرف، هيئة الدولة مش طرف البترول، في هذه التعاقد. الدولة المصرية يعني. الدولة مش طرف في التعاقد، ما هوش اتفاق بين حكومة مصر وحكومة أخرى. اتفاق بين جهة تجارية حتى لو كانت مملوكة للدولة، وجهة تجارية مملوكة في حتة أخرى. الدولة، لأن هنا عواقب التحكيم بتنطلي على إيه؟ لو كانت الدولة الحكم صادر ضدها، فإذا وجب التحكيم يتم الرهن على كل أملاك الدولة بره بسداد الحكم. أما إذا كان على شركة أو على هيئة فيتم الرهن على الحجز على الشركة أو الهيئة. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية أنه هذا الموضوع، الحكم اللي إحنا بنتكلم فيه، كل اللي إحنا شفناه في تفاصيله، أنا للأسف بكلمك أنا خارج البلاد، نعم قدامي أي معلومات أو حاجة، كل التفاصيل اللي شفناها على الإنترنت هو خبر طالع من الجهة الإسرائيلية من الجانب الآخر، خبر صادر بيقول إن هو صدر لهم حكم صالح. لم نرى مسودة هذا الحكم. فهذه الأمور تحتاج إلى أنه لدينا مكتب محاماة خارجي دولي كنا مفوضينه في هذا. لدينا مكتب محاماة مصري كنا مفوضينه في هذا. ولدينا هيئة قضاء الدولة كنا مفوضينها، هي مختصة بالنظر في الحاجات اللي بتبقى فيها أطراف أو شركات حكومية. الثلاثة دول محتاجين يراجعوا كل هذه النصوص ويشوفوا إيه اللي مطلوب فيها، هل هي قرارات ملزمة أو غير ملزمة؟ كيف يتم الطعن عليها؟ يتم الطعن عليها فين؟ فإحنا مش عايزين نستبق الأحداث ونبتدي نجيب سيرة الدولة في حاجة زي كده هي مش طرف فيها أصلاً. يعني الحكومة مش طرف في هذا الموضوع. لكن ايه في النهايه؟ صحيح مش طرف يعني على الورق، لكن في النهايه هيئه البترول وايجاز هي شركات يعني تابعه صحيح. للدوله في صحيح. النهايه، صحيح. ولو طبق هذا التحكيم فالشركات دي هتغرم مبلغ كبير. انا بسالك هنا بقى على فكره اوراق الضغط التي نملكها. أوراق الضغط التي نملكها كنا ابتدينا نشتغل عليها، اللي هو إن إحنا يمكن أن نبدأ في التفاوض على استيراد بعض، مش استيراد لينا، على استخدام بعض التسهيلات اللي هي تسهيلات الإرسال الموجودة لدينا للآخرين. أنت عارفة في حقول غاز موجودة في إسرائيل وفي قبرص. عشان يبنوا محطات إسالة ويصدروا دي مليارات الدولارات، 10 مليار دولار أو حاجة زي كده. فبدل ما يبنوا كانت الفرصة إن هو يتم التعاون ما بينهم وما بين بعض في شبكة قريبة من الحدود المصرية، ويتم توصيل الغاز وتوجيهه ناحية محطات الإسالة. مصر كان لها، لأن الخطة دي بدأت من فترة طويلة، يمكن من 3 سنين، كان لنا مجموعة طلبات محددة. مش هتبقى أولوية لينا أولوية على هذا الغاز لو احتلناه للسوق المحلي. نمرة 2 إنه هيحقق لنا قيمة يكون له قيمة مضافة على الاقتصاد، فتشغيل الوحدات الإسالة المتوقفة دي بيحقق عائد على هذا الاستثمار على العواطف الحالية. نمرة 3 أن يتم التنازل عن قضايا التحكيم المرفوعة من الجهات المختلفة. فدي كانت ثوابت بالنسبة لنا في التفاوض. أنا أعتقد إنه بعد حقل الشروط ما ظهر، وابتدى الجانب الثاني يرى انه القصه ما بقتش مجزيه قوي بالنسبه لمصر، ان هو الورقه الاولانيه بتاعت ان احنا ناخد جزء او لنا اولويه على جزء من هذا الغاز، فابتدى يحصل ضغط. لكن قضايا التحكيم بتبقى لها توقيتات محدده ومحدش بيضغط عليها. يعني هم بياخدوا برنامج معين للدراسه ولاصدار الاحكام، ويبقى في محكم من الطرف هنا ومحكم من الطرف هنا ومحكم ثالث. القضايا زي ما بقول لحضرتك محتاجه شيء من الصبر لتداول هذا الموضوع، علشان خاطر نشوف كم المحامين الدوليين والمحليين اللي معينين لهذا الموضوع يراجعوا الصيغه التنفيذيه اللي صادر بها هذا الخط،
عشان نعرف ده حكم نهائي حكم ابتدائي، ده راي توصيه من المفوضين، محتاجين نعرف ايه كينونته بالظبط علشان الجهات المعنيه سواء الهيئه او ايجاز تتعامل معاها. بشكرك مهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق.